إيران تأخذ زمام المبادرة بشأن العودة إلى المفاوضات النووية، فقد أعلنت طهران أنها تتطلع لاستئناف المفاوضات قبل نوفمبر المقبل، طرح قابله رفض ألماني لوضع إيران شروطا لاستئناف المحادثات النووية وطلبها بإفراج الولايات المتحدة عن أصول إيرانية مجمدة كشرط لذلك. فهل تنطلق المفاوضات قريبا؟ وهل سيسمح الغرب بأن يطول التفاوض هذه المرة؟ أخيرا كشفت إيران عن تطلعاتها لاستئناف المفاوضات النووية قريبا جدا. المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أكد أن بلاده ستستأنف المفاوضات قبل نوفمبر المقبل، وأن العودة إلى فيينا لن تستغرق أكثر من 90 يوما، بدأت من تاريخ تولي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه، موعد يثير الشكوك. فالمسؤولين الإيرانيين بحسب محللين غالبا ما استخدموا هذه العبارة مرات عدة للحديث عن عودة وشيكة للمفاوضات المتعثرة منذ يونيو الماضي، ولكن ذلك لم يحدث أبدا. وتبعث إيران بهذه الإشارات المتفائلة وسط جو من التشاؤم والإحباط بين القوى الغربية الفاعلة في الاتفاق النووي، لا سيما بعد أن فشلت عشرات الاجتماعات التي عقدها الإيرانيون في نيويورك مع مسؤولين غربيين في كسر الجمود، بل رجع المسؤولون الإيرانيون من هناك بشروط جديدة مطالبين واشنطن بإبداء حسن نواياها لعقد جولة سابعة، وذلك بالإفراج عن مبلغ 10 مليارات دولار من أرصدتها المجمدة لدى بنوك أجنبية لا سيما في كوريا الجنوبية، شرط انتقدته ألمانيا التي قالت إن طهران لا يمكنها وضع شروط جديدة لاستئناف المحادثات النووية، وطالبت بعودة سريعة للمفاوضات، فيما ردت واشنطن بدورها عبر المتحدث باسم خارجيتها بالتشديد على أنها تسعى إلى عودة متبادلة لمتابعة الاتفاق النووي، ولكن إذا طلبت طهران المزيد أو عرضت الأقل فلن تنجح المحادثات. معنا الآن من برلين الدبلوماسي السابق غونتر مولاك. سيد مولاك، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. الآن الحديث عن استئناف جولات التفاوض في فيينا، لكن يبدو أن إيران تضع شروط وشروط جديدة. هل إيران من يتحكم اليوم بهذا الملف، ملف إعادة إحياء مفاوضات فيينا؟ لا نعرف، نحن ضغطنا على إيران لوقت طويل، ومنذ سبتمبر قلنا إنه يجب القيام بجولة سابعة ولا شيء حدث، وسمعنا من وزارة خارجية إيران على لسان اللهيان بأن إيران تشترط الحصول على إفراج عن 10 مليارات دولار كانت مجمدة في بعض البنوك في أمريكا وهي تعود لعائدات نفطية وغازية، وأنها يجب أن تحرر وتقدم لإيران قبل استئناف محادثات فيينا، وذلك حول الاتفاق النووي في فيينا. وهذا بطبيعة الحال يعد حاجزا وهو يعوق المحادثات، وهايكو ماس من ألمانيا رفض مسبقا اليوم أن يقبل هذا الحاجز، وبطبيعة الحال الأمر منوط بأمريكا. ما الذي ستقوله وكيف سترد على هذه التصريحات؟ يعني الموقف الأمريكي بات معروفا سيد مولاك، الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس بايدن تريد العودة، ولكن أيضا تقول أنه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية. الموقف الألماني أصبح معروفا، لا شروط جديدة. المواقف مواقف باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي أيضا معروفة، لكن الأمور ما زالت تراوح مكانها، ويبدو أن إيران هي من يتحكم بإيقاع وبطبيعة هذه المفاوضات على الأقل بعد الإدارة الجديدة، إدارة الرئيس رئيسي. بالتأكيد هذا ما يبدو عليه الأمر،
والآن جاءوا بهذا الأمر والشرط. قالوا ذلك في السابق، قالوا بأنه كبادرة حسن نية يجب أن يفرجوا عن 4 إلى 6 مليارات دولار، والآن يتحدثون عن 10 مليارات دولار، وخصوصا تلك الأموال المجمدة في بنوك كورية جنوبية. لكن لا يمكن أن نستأنف المحادثات في جو كهذا، هذا ليس منصف بطبيعة الحال ويبدو ابتزازا في الواقع. أعتقد أننا في الاتحاد الأوروبي وفي ألمانيا ودول أخرى لن نلعب لعبة أخرى قبل أن نعود للمحادثات. الوقت ينفد والوقت لن يظل دائما، كل شيء قد يحدث. إسرائيل قالت مسبقا إنها لن تظل مكتوفة الأيدي أمام تخصيب اليورانيوم المتواصل في إيران وما يسببه ذلك من الوصول إلى 2-3-5. إذن الوضع قد يصبح صعبا، لذلك علينا أن نعود إلى محادثات فيينا، نستأنف تلك المفاوضات دون شروط مسبقة وأن نبدأ حيث انتهينا في الجولة في يونيو. لذلك أعتقد أن هذا أفضل، إلا وذلك أفضل من أن نشترط الإفراج عن 10 مليارات دولار. لن تكون هناك محادثات إذا استمر هذا الشرط. هذا ما يقوله الغربيون الذين وقعوا على الاتفاق ولن يوافقوا على هذا الشرط. ذلك هذه لعبة خطيرة تلعبها إيران. ولكن يبدو سيد ملاك بأنه الإيرانيين لديهم مواقف جديدة مع هذه الإدارة، لأنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول هناك فريق جديد مكلف بالملف النووي ولديهم وجهات نظر تبدلت عن الفريق السابق. هل تتوقع مواقف جديدة ومفاجآت إذا استؤنفت الجولة السابعة باختصار؟ نعم بالتأكيد، صحيح أن هناك أعضاء جدد في الوفد الإيراني، أعتقد أنهم كلهم صقور وليس هناك معتدلون فيهم، ونتذكر ما الذي حدث في الجولة السادسة. لذلك لا أرى أن هذا سيكون عائقا للمحادثات، قد يأخذ الأمر وقتا حتى نتعود على وتيرة المفاوضات مرة أخرى ويتم تحييد الاتهامات ونركز على المهم، لكن يجب أن نواصل ونستمر. نحن منفتحون والاتحاد الأوروبي الذي ينسق قال بوضوح إن لا يجب أن نفقد ونهدر وقتا آخر وأكثر. طبيعي أن هناك إدارة جديدة ووفد جديد، روحاني لم يعد في السلطة، هناك أشخاص آخرون لم يعودوا ضمن الوفد، ولذلك سيأخذ الأمر وقتا. شكرا جزيلا لك سيد غونتر مولاك الدبلوماسي الألماني السابق.